وسهلا ومرحبا بكم هنا من قلعة واستاد الجنوب، نلتقيكم في قمة الشمال هنا مصر الجزائر بذكريات وأمجاد. تاريخ المباراة يعود إلى عام 63، مرت سنوات وسنين وسنون، ممكن ما تعرفون عنها معركة درمان، ولكن القارئين للتاريخ يذكرون استقلال الجزائر والدور المصري في نشر اللغة العربية وتعليم الدين الإسلامي في الجزائر، وتذكر مصر بكل فخر معركة العبور ومساهمة المجاهدين ومساهمة الأبطال في حرب أكتوبر. هكذا تاريخنا وهكذا تاريخ الماضي. هي كرة قدم نلتقي من خلالها، هي معركة نعم لكن رياضية للربح والانتصار. تشكيلة الخضر منتخب الجزائر لحراسة المرمى الرئيس بورحي، الدفاع التونسي للخضر حسين بن عيادة، رياس الشتي عبد القادر بدران، محمد توقاي، وسط الميدان بن دبكة وزكريا الدراوي، الهجوم بالليل إبراهيم مزيان وحسم الصدارة. هي مباراة برستيج كبير في كأس العرب لكرة القدم. ترجع الكرة في مرة واحدة، هناك على فكرة خطا شائع جدا أقرأه في عديد المرات في الصحافة العربية، يقول لك كأس الوداد. الكرة بالبلايلي، يمشي يوسف خطير لبلايلي وكرة برا وضربة مرمى لبلايلي، والحكم يقول نتوقف، احذروا هذا الفاكوندو. اللعبة ستحسم بالورقات الصفراء في حالة التعادل. من يسامح من تخلى على فيصل حسين نجم قادم الكرة المصرية؟ أجواء كبيرة، القمة على آخرها، الاستاد ملان من البداية إلى النهاية هنا في استاد الوكرة. 40,000 من المناصرين بين جزائريين ومصريين صحيح، ولكن بين محايدين. 100 ماتش انترناسيونال مع الخضر. إسلام سليماني 38 هدف لأحد قلاع الكرة العربية وأحد قلاع أيضا الدول. دران الضغط المصري في مباراة درمان الشهيرة اللي حسمها طبعا عن طريحية، والماشيكو بوغرة كان مشارك، وزميلنا وضيفنا في الاستوديو المسل خطير العرضية صعبة على الدفاع الجزائري، ترجع ممكنة والدفاع يعيد الكرة. ارجع بضغط المصري، كرة الفريق المصري، هذه الكرة وهنا الانطلاقة الرسمية لروعة المونديال العربي. من اليوم سنرى مواجهات نارية، سنرى مواجهات قوية جدا. كل شايفة الكرة بالانطلاق، تلعب الكرة عن طريق ياسين ابراهيم، يلعب العرضية الصعبة، ترجع كرة من بدران. ارجع توفيق سارق وضير ايمن في مصر، تمشي كرة بالراس خطير في تاريخ المنتخبين. 24 جول لمصر، لأن كرة في الطريق، التسديد والهدف الأول. 1-0 للخضر، 1-0 للجزائر، ينتظروا الجمهور الجزائري والجول الأول. واحد بلاش عن طريق توقاي، 1-0 للترجي، 1-0 للمنتخب الجزائري، 1-0 للمنتخب الجزائري. هل هو مزيان يا توقاي؟ هل هي النجمة المكشخة؟ هنا 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 توقاي، ضغط رهيب، الضغط رهيب وكبير، والتسديد الشناوي موجود، الشناوي موجود. كرة في دار الدفاع، الشناوي ارتباك، وحجازي يسبق الشناوي وحطها برا. المباريات صعبة يا حجازي، هنا التجربة الجزائرية على مستوى الهجوم ناري. الكرة ترجع والتسديد وحطها، يا الله يا الله يا سولية، يا السول تلعب على الدوريمي، يا سولية، هذه السول والدو والري والمي والفا، اضرب يا حجي. وعلى يسار الترجي الشتي، شتي تلعب الكرة بن دبكة، بن دبكة جاب الكرة والحكم يتدخل، وفي إصابة الحجازي، إصابة الحجازي في 28 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة 1-0 للخضر عن طريق توقاي، باستثناء مشاركات خطيرة، ولكن الكرة برا اوت، خرجت كرة على المنتخب المصري او في تسلل، لم تغادر الكرة لمصطفى فتحي ولكن في اوفسايد. مباراة الان ام لا، سنرى. الكرة ترجع الجزائر، حذاري والكونتر اتاك المرتد، جاهم السفاح، جا بغداد، بغداد يا بغداد، بغداد هنا في الدوحة، بغداد الكرة غالطة. مصر في احلى فترات هذه الفترات، وروح رياضية كبيرة، روح رياضية كبيرة، يطلع كرة برا، إصابة لاعب الجزائر يوسف البلايلي. مباراة قوية جدا، المصري والحارس عملاق، قداش
شنا شناري ما يشوتش ما يشوتش. ترجع الكره مره اخرى الجزائريه، كره على اطراف الامتلاك من بن عياده، بن عياده توزيع وين راس بونجا في اخر ممكن مع بدايه الشوط الثاني، وهنا ممكن ورقه صفراء احتجاج مسمى على يوسف البلايلي. سنرى، شفت اللعبه الان مغايره، الانذار جول 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 هو اللي مصر على بعد هدف من هذا الرقم. اذا مش اليوم ممكن في الربع النهائي يتعرض دفاع مش يكون نار. والكره خطيره وركنيه للمنتخب المصري، ركنيه لمصر يا بدران، ركنيه مسات الامكانيه، با 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 في خطا، خطا للدفاع الجزائري. يناقشون على انذار، فالانذار اليوم بغلاوه البنالتي يا شريف. الانذار فراق اسباح، العب الكره مره اخرى المنتخب انفيلد، سيكون تمثالك مثل تمثال الكيغاب المصري في الدوره، مراوغه ما تعداش الى التماس. كره في الدقائق الاولى، يمشي بالكره خطيره حطالو، اي 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 الشبكه الصغيره، خالوها الجزائريين، مازالوا يسيحوا مازالوا يسيحوا الجزائريين اليسر، بوجود البلايلي، البلايلي البلايلي حط كره وفي لمسه يد المنتخب الجزائري، لمسه يد الخضر في مكان خطير جدا. بمكان خطير جدا. انا اي طالبون بضرب جزاء، وين الفار؟ جيبوا الفار، هاتوا الفار، جي خطيره في دار الدفاع. الكره الثانيه خذ المنتخب المصري على الحكم الارجنتيني فاكوندو. ماذا قلت للفراعنه؟ قلت لكم ان كان لكم ضربه وحق ستنالون احتماليه ركل جزاء، احتماليه ركل جزاء. 10 دقائق في الشوط الثاني، الصور على الفار، القرار للفار، قدم المصري جول 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 مصراوي للتعادل، جول المنتخب المصري عن طريق عمرو السولية من ضربة جزاء. 1-1 الجزائر. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، بداية الفراعنة كانت شرسة وقوية واجريسيف، والنتيجة التعادل الآن. هدا بالانذار، ترجع جول 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 جول، لأنه انذار، لأنه انذار، أعطاه الانذار، الانذار على الدراوي، هذا الجول الثالث بلغة الانذارات. الآن مصر تصبح الأولى. تغير الزمن، ممكن بكرت، ممكن بورقه،